بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله جمعتكم. اليوم نستكمل ما بدأنا به عبر سلسلة اللقاءات التربوية، نناقش فيها أفكاركم ونجيب فيها على أسئلتكم. وقبل هذا، أنا اليوم أتواجد في الصف الرابع، وأقول لما أنا موجود في الصف الرابع. طلاب الصف الرابع لهم خصية خاصة، انتقلوا من معلم صف معلمة بتدرس معظم المواد إلى معلمة لكل مادة، يحتاجون إلى نوع من التكيف، فأتعاطف معهم وأطلب من الأمهات صبراً عليهم. أعود وأقول بسم الله. جديد صفحتنا كان لهذا الأسبوع مواد إضافية: مادة الحاسوب، الإدارة المالية للصف السابع، ومن ثم مادة التربية المهنية وأنشطة حول التربية المهنية تفيد الطالب في قضاء وقته بما يفيد، ثم القسم الرياضي. ولجميع المعلمات شكرا شكرا على هذا الجهد. أعود إلى استبانتي للتعلم عن بعد. بعد تفريغ جزء منها نقول كانت النتائج على النحو التالي: التواصل مع المدرسة لله الحمد 95%، وقت بث الدروس كان مغطيا ل 98% من الأهل، الرضا عن المحتوى التعليمي كان 98%، استخدام الهاتف الذكي كان 96%، استخدام الواتساب كان 88%، صفحة المدرسة 92%، وقناة اليوتيوب 22%. قناة اليوتيوب طبعاً بناءً على رغبتكم وأفكاركم النيرة تم لله الحمد تبويبها عبر صفوف حتى يسهل العودة إليها، وبالأخص في وقت مراجعة الدروس قبيل الامتحانات الدراسية. من أفكاركم وضع الجروبات كان وضعاً ممتازاً إذا التزمنا بالضوابط بإذن الله عز وجل. تخفيف الواجبات، حصص مراجعة قبل الامتحان، ومن ثم أوراق عمل. صفحة المدرسة وهي صفحتكم لله الحمد تتألق من 19/3 حتى 15/4، كان وصول المنشور إلى 15,000. التفاعلات كانت 62,600 لله الحمد. طبعا في كثيرا من الناس يدخل على صفحتنا يستفيد منها، في بعض الناس بياخذوا الفيديوهات واحنا بنحكي لا مشكلة لدينا، نعتبر صدقة عنا وعن معلماتنا وعن أبنائنا وأمهاتهم وآبائهم. اليوم سيكون بإذن الله نموذج تسجيل للعام الدراسي 2020-2021 بإذن الله عز وجل، يصلكم عبر رابط على جروبات، سنبدأه إن شاء الله ونخبركم بالوقت الذي نبدأه. أما كون الاتصال الوحيد بيننا هو هذا الاتصال، أنا لا أحبب مناقشة الأمور المالية عبر الفيديوهات، لكن بدي أحكي للأهالي إنه كون في فترة انقطعنا فيها عن المواصلات، ومن باب العدالة أقول إنه إن شاء الله سيكون خصم 100 دينار لكل طالب مشترك بالمواصلات. كل طالب مشترك بالمواصلات نخصم له 100 دينار خصم لكل طالب مشترك بالمواصلات. هلا بعض الأهالي مشكورين قد أتموا السداد، سدد اللي سدد، من سدد يكون له رصيد بذمتنا 100 دينار إن شاء الله، تحتسب من قيمة قسط السنة القادمة بإذن الله عز وجل. أعود فأؤكد بأنكم بإذن الله عز وجل لن تظلمون معنا،
ونبقى إن شاء الله شركاء، نقدر بعضنا البعض، نلتمس العذر لبعضنا البعض. وأؤكد على جدول التسجيل الذي سيصلكم عبر رابط إن شاء الله من الجروبات لعام 2020. نرجو أن توخي الدقة على تسجيله. وختاما أقول حفظكم الله وأهليكم وأمهاتكم ورضاك يا أمي بالدنيا الفانية وللآخرة الباقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.